كان يعني. كيفاش يعني انت دوك انا كنت نتعرف بواحد الطفله هنايا في اوروبا، كنت نتعرف بواحد الطفله ما نسقسيهاش انت مزوجه مرتبطه عندك انجيجي معك شي واحد ولا هذه، ما نسقسيهاش كيفاش يعني انت زعما ديريكت نعست معاها وما على بالكش باللي مزوجه. شوف نورمالمون ما عنديش باش نفهمك باسكو ما دخلكش الهضره هذه باش حبك نقنعك انايا. ماشي المره هذه عرفتها في 2000. انت لازم تبين للمشاهدين للعباد للفاميليا ديالنا تاع الجزائر. واش من مشاهدين راك خمشتني وخمشتها اخو، راك خمشتني وخمشتها، خمشتني وخمشتها باش نفهم. لا اسمح لي اسمح لي خويا طاهر، انا درت فلوتي على الوجه ديالك على جال ما على باليش شكون انت، ما على باليش واش تخدم. انا خممت باللي تكون كشيف كشيكور كش واحد كبير في هذه العباد، ما حبيتش نضرب معاك انت. انا البروبليم ديالي مع بشرى العقل. شيكور انا شوف يا شيكور على شيكور انا ما على باليش شكون انت يا. انا دوك هذا هو الخطره اللي نشوف وجهك ونهضر معاك. انا شفت التصويره ديالك ماشي انا خرجت جيبا باسكو بينتو وجهي. انا ما درتلكش الفضيحه اللي كاع شافتني الدنيا كاع عيطت لي. انا ما درتلكش الفضيحه ليك انت يا، هما اللي خرجوا التصاور ديالك. هما هي بشرى العقبي، هذه البنت الجايحه هذه الفايحه هي اللي طلع خرجت التصاور ديالك وخلاص. هذا زوجي ما تهضرش فايحه ولا ماشي فايحه، راهي وليا كنت خرج معايا وبيني وبينها صرا مشكل هكذايا. المشكله هذايا بيني وبينها انت ما كنتش نورمالمون لو كانت بنادم متفاهم ما ديرش عفايس كيما هادوما باسكو حرام عليك، وراك تقبتني وتقبتها. ونقول لك حاجه، انا ما نطلقكش، وهذيك تاع مراه مزوجه وتخرج معها هذيك ما تدخلكش. والمراه هذيك عرفتها ما عرفتهاش باللي مزوجه، انا عن بالي مطلقه فهمتني. خرجت معاها قالت لي باللي انا مطلقه وكنا كيف كيف، وعرفتها في 2018 اوت 2018 وانا معاها فهمتني. وما عرفتش باللي طلقت في مارس، في مارس اللي طلقت بها هذاك درت لونكيت ديالي باللي خرجت في مارس واش عارف انا لو 27 ولا 29 ولا 30 على بالك بلي طلقت. معليش اسمعني، يعني انت حبيت تقول لي انت عندك من اوت 2018 ها بال 2018 هي طلقت في مارس 27 في اخر ايام مارس. ما على باليش في مارس 27 ولا البريمير 2019 طلقت، هي دارت الطلاق 27 هي حوس في الجوجل، حوس في جوجل ولا في اليوتيوب ولا هذه يخرج لك. هي طلقت ب 27 مارس تاع 2019، يعني انت بقيت معاها قريب الخمس ست شهور وما على بالكش باللي مزوجها. اسمح لي راك انت راك تنعس مع واحده مشهوره كيما هذه، ممثله مشهوره في الجزائر كاع. جامد حوس في جوجل اللي مزوجه ولا مش مزوجه ولا مطلقه ولا شي مطلقه. ما دخلكش بينه وبينها، ما عندك ما تدخل في روحك انا فهمتني. نعطيك نصيحه، هي قالت انت تحكي عليها، هي قالت انت زوجها كيفاش تتزوج وحده مزوجها؟ ما فهمتش. مش مزوجك وين مزوج؟ عطاوك ليفريد فامي، جبت لي لاك دمارياج ليفريد فامي، ما مزوج، ما كانت مرتي، ما كنت مفتح معاها انايا. ما تفهمناش صح، عرفتها قطع نزوج بها، ما تفهمناش بيني وبينها، ربي سهل عليها وانا ربي سهل عليا. هذيك وليا يعني عندها بنات يعني ماشي امور ديرهم هكذا في الفيديو. يعني خويا ما فتحتش عليها، ما فتحتش عليها انايا، ما فتحت، ما تزوجت بها والو ما فتحت عليها. وين تزوجت بها؟ كيفاش متزوج؟ عندك عقد تلاقيت باباها؟ كيفاش تلاقيت باباها؟ انت ماشي مزوجها ولا هذه؟ كيفاش تلاقيت؟ واش دخلك تلاقيت باباها؟ كنت نتزوج بها، تلاقيت باباها باش نهضر معاه فهمتني؟ باش ندير يدي، هذا ما كان باش ندير يدي عليها. نورمال هذه باش ندير يدي باسكو انا كنت بالحلال تناويها، هذا ما كان باش نسطرها. وعلى حبستو؟ بينو بينها اخي ما دخلك. كيفاش بينك وبينها؟ انت داير قضيه عليها في الشرع، انت داير عليها قضيه. انا الحقلي اللي بعث لي الفيديوز، هو اللي بعث لي الفيديوز من الجزائر، قال لي باللي انت بعدين عرفت كي درت الفيديو على بالك. البارح وصلتني الهضره قلت لهم هذا طاهر شكون هذا؟ قالوا لي بلي طاهر هذا داير عليها قضيه في المحكمه الشرع، انت رافع عليها قضيه تاع ويش؟ انت واش القضيه؟ قضيه طلاق ولا قضيه ويش؟ واش متلاقه شكات بيا واش كيد بيها بينو بينها فهمتني. هذا ما كان وش الشكوى؟ انت انا الحق لي، انا ما على باليش، مانيش متاكد. انا الحق لي هضره باللي انت شفت وانا يا ماما ما نقولكش باش نعطيك الشكوى. انا شوف انا ما عندك ما دخلك وما عندي ما نقول لك فهمتني. بصح نحكي لك شكوى. هذه المره كي حبسنا كان بيناتنا دراهم، قلت لها رجعي دراهمي، قالت لي اوكي نرجعك دراهمك على شهر شهرين ثلاثه، بعثت لها دي ميساج باش ترجع لي دراهمي، ما حبيتش ترجعهم لي. بعد قالت لي ما تزيدش تعيط لي باسكو نشكي بيك. قلت لها ديري واش تحبي، تشكي. راحت شكات بيا
فهمتني؟ رحت عند واسمهم لا جوندارميري اش كاتب بيا، وجاني خبر باللي اش كاتب بيا، ما عارف واش كتبت عليا، قالت لهم باللي بيراط لي فاتوره ودوموند لي في دراهم. انا حكمت بمحامي، هضرت معاه قلت له واش كاين، قال لي وهاد التصاور كيفاش؟ قلت له واش متصاور؟ تصاور كنا كيف كيف، كانت بعت لي تصاور من دارها، وكانت كي كنا كيف كيف كنا نتصوروا، هي لعبه لها وكانت تصور، هي كانت تصور فيا ونتصوروا كيف كيف دي سوفينير، فهمتني؟ كنا نتصوروا دي سوفينير. قال لي وهاد التصاور ما عندك؟ قلت له ما عندي. قال لي بعث لي فيشي، بعثوا لي فيشي كومبلي باللي تصور، ماشي انا اللي ديتهم لها، هي كانت بعثهم لي بالتليفون تاعها بلا دات بالتليفون تاعها، هم عند المحكمه بعثهم فيشي كومبلي، بعث لي تيكست باللي المراه هذه كيفاش كانت تعامل معايا. انت انا يبان لي ما على باليش، ما نقدش نقول لك راك تكذب عليا ولا راك تهدر صح. انا الفيديوهات اللي خرجوا من بعد، انا كي خرجت الفيديو ديالي خرجوا بواحد الفيديوهات قالوا باللي راك تضربها وراك قتلتها وراك كنت مزوج فيها وخرجت ولا نضربها. انا سونغينا، انا واش تشوف فيا نضرب اسمعني، خرجت واحد صاحبي.